بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين، آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب التيمم. ثم قال: فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تردد يعني الذهاب والمجيء، يذهب يمينا يسارا شمالا جنوبا. نعم. فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل، وهو أفضل في الأظهر. فإن احتاج إلى تردد كما قلنا، يعني الطريق متعرج، يعني ما ذهب ما استوعب ما حوله، فيذهب يمينا ويسارا حتى يصل الى الماء. نتكلم على التيمم، قلنا التيمم بدل عن الوضوء، وهي طهاره تجمع بين طهاره الحدث ورفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر، لقول الله جل في علاه: فان كنتم جنبا فتطهروا. قال: فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء ولو لعشر سنين. قال: فإن ورده فليمس بشرته. يقول بالنسبة للذي قد فقد الماء، يقول: إن احتاج إلى تردد ذهاب ومجيء من أجل أن ينظر الماء، طلب الماء، لأنه كما قالوا يجب الطلب قبل التيمم. حجر لما؟ صبري، لما يجب الطلب؟ نعم، هذا هو. إذا الأصل الماء والتيمم البدل، ولا يصح البدل مع وجود الأصل، لا يصح استعمال البدل مع وجود الأصل، فلذلك وجب الطلب حتى إذا غلب على ظنه بأنه فقده فيذهب فيتيمم دون الوضوء. قال: فإن احتاج إلى تردده تردد قدر نظري، يعني في المستوى إلى ما يصل إليه، حتى يعني بعضهم كما قلنا نحن بعضهم قال بنصف فرسخ. قال: قدر نظره في المستوى. وبعضهم قال أكثر من ذلك، والصحيح الراجح أن هذه المسألة على الظن، وإلا فهو محقق لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم يجد تيمم، فإن لم يجد تيمم. ليش؟ لأنه قد غلب على ظنه فقدان الماء، فإن فقد الماء فقد جاء الشرط بصحة استعمال التراب والتيمم، لقوله جل في علاه تصريحا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فلو مكث موضعه، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. فإن مكث موضعه يعني ما ذهب ما تردد يمينا ويسارا، قال: فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، لطرو، يعني هو كأنه يطرأ أسباب داعية للتيمم. هو تيمم وبقى وصلى فريضة وبقى في مكانه، طيب، يعني مكث في مكانه الذي قلنا بأنه ما تيمم إلا بعدما أخذ بالأسباب، تردد ونظر وطلب الماء فلم يجده فتيمم، جلس مكانه. فيقول: فإن مكث في موضعه فطرأ طارئ وجب الطلب. إيش الطارئ اللي يطرأ عليه؟ دخول وقت صلاة أخرى، لأن عندنا في المذهب وجود ودخول وقت صلاة أخرى يجب موجبة للتيمم. لما؟ لأن التيمم عندنا ليس برافع للحدث، ولكن التيمم إيش؟ التيمم مبيح. فقالوا: إذن لابد من كل صلاة، وطبعا هو مثلها مثل الاستحاضة. الاستحاضة وضوءها مع استمرار نزول الدم على الإباحة، على إباحة الصلاة، لا أنها على رفع الحدث. فقال: من الطرو أن يطرأ طارئ دخول الوقت، ودخول الوقت يسقط التيمم السابق عندهم. لما؟ لأن التيمم السابق مبيح لهذه الصلاة، منوط بهذه الصلاة فأباحها، وليس رافع عن الحدث. قال لما يطرأ دخول وقت الصلاة، فلا بد أن يطلع على الماء أيضا، ويستجد الأمر معه في الطلب، ثم ذلك يتيمم. قال: والطارئ أيضا الحدث، لأن انتقاد التيمم عندهم الحدث بما ينتقد به الوضوء. فإن أحدث حدثا أيضا هنا الحدث طرو طارئ يحمله على الطلب
من أجل أن يكون قد حقق قول الله جل وعلا، أنت هذا الطلب من أجل تحقيق قول الله جل وعلا تصريحا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال هذا يقول في الأصح إذن في المسألة إيش؟ نعم. والثاني لا يجب، لأنه لو كان ثم ماء لظفر به في الطلب الأول، ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركبة أو إطباق غمامة مثلا يحسب أن المطر سينزل، أو وجد غبار يعلم أن هناك من يمرون فيعلم أنهم فيغلب على ظنه، أو يكون عند الظن أنه معهم ماء فلا بد أن يطلب. والمعنى بأنه يعني قد يعن أو قد تظهر في الساحة الأسباب التي يعني تحمل على الطلب لاستخدام الماء، يعني يأتي في ذهني من قراء محتفة بأن هذه المواضع طرأت يستجد معها وجود الماء فيستجد معه طلب الماء. قال فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كالاحتطاب واحتشاش وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس، إن لم يخف ضرر نفس أو مال. والمعنى هنا احتراز، وجب قصده إن لم يخف، هذا قيده الآن احتراز، إذن لو خاف نعم. قال إن لم يخف ضرر نفس أو مال. طبعا إن لم يخف ضرر نفس، خوف ضرر النفس أنه لو ذهب لطلب الماء خرج عليه سبع مثلا، أو خرج عليه لصوص، أو كان في أرض مهلكة، فلذلك يعني هذا خوفه على النفس، فإن كان يخاف على نفسه بمثل هذا فليس له أن يذهب. وقال إن لم يخف ضرر النفس أو مال بأنه إذا ذهب مثلا في طلب الماء يعني لا يثق في الجميع، الروح لا يجد في كل من يمر أو يجد كل من كان معه، ممكن المال أن يسرق فيخشى على ماله، أو يمكن فقد مال منتفع به، يعني ما هو ليس مالا متقوما لكن يعني يفقد ما يمكن أن ينتفع به مثل البعير أو كلب صيد، هو يمشي به كلب صيد فيتركه، فهذا فوت منفعة، أو فوت رفقة، يعني يخشى أن يكون منفردا في الصحراء وحده وهو مسافر، فوت الرفقة، تفويت الرفقة أيضا فيها ما فيها من الحق الضرر. لذلك عين الشرع تنظر في هذا الباب على أساس المشاق تجب التيسير، وأن الضرر تبيح المحظورات، وأن الإنسان يبقي على نفسه يقدم مصلحة نفسه على مصلحة أن يعمل بالأصل دون البدل، فمصلحة البدن، مصلحة المال، مصلحة المنفعة يقدمها لو خشي على ذلك أو خشي على هذه الثلاث، فإنه لا يذهب يطلب الماء بل ويتيمم، لأن في موضوعه ليس هناك الماء. فلو طلب، لأن هذا الطلب يعني هذه وجهة نظر الفقه يا شيخ محمد في هذا، تعالى يا المسألة اليوم عليه وجهة النظر في هذا إيش؟ خشية السبع، خشية فوت الرفقة، خشية فوت المنفعة، سرقة المال، هذا إيش؟ فقهيا، وجهة نظر فقهية، هتسميها إيش؟ لا، فيما نحن فيه من الفقه الآن، في مسألة التيمم، صعيدي هو خلاص غلب على ظن الماء، طرو أمور معينة، يعني غلب على ظني بها وجود الماء، قلنا وجب قصده لأن الأصل استخدام الماء، إلا قال إن لم يخف ضرر نفس أو مال، جاءتك فهمتها فقهيا، هو هذا تعذر الوصول، فيكون هنا بهذه الأسباب هو يستطيع أن يذهب يصل الماء، نعم غير وجده حكما، ممتاز، فهو يستطيع أن يصل للماء، لكن إذا وصل الماء خشى على نفسه الضرر في نفس أو في مال أو في فوات منفعة، فصار معدوم الماء إيش؟ صار معدوم الماء حكما لا حقيقة، هذه وجهة النظر الفقهية في هذا الباب. قال وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم، يعني كان هذا الأمر فوق هذا فعليه أن يتيمم. قال ولا يجب قصد الماء، قال فإن كان فوق ذلك تيمم، وإن لم يخف
إن لم يخشى المال أو وفوت منفعة أو ضرر يأتي عليه، لكنه يخشى على يخشى خروج الوقت وهو يعلم أنه سيصل إلى آخر المنزل في الوقت. فهنا اختلف العلماء، قال بعض العلماء من المرافع قال وجب عليه أن يذهب إلى آخر المنزل أو إلى آخر الوقت حتى لو خرج الوقت ليصلي بالأصل وهي استخدام الماء، صح في ذلك لن يدين الله به بل يتيمم ويصلي. وذلك هو هنا الآن نرى المصنف أتى بها بهذه الصورة، قال ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. لما يقول لو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، فعندما قال أفضل دل ذلك على أنه له أن يتيمم ويصلي، له أن يتيمم ويصلي. لما؟ هنا الآن هترجع لنفس المسألة اللي تكلمنا عنها، مسألة شغل ذمة المرء بالصلاة، هل في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ شغل ذمة المرء المكلف بالصلاة في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ هو الحق أنه لما خطب بها كما قال الله جعل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر كان مشهودا، هذه الدلالة على شغل ذمتي بأول الوقت خلافا للأحناف في أول الوقت. لذلك قلنا له الآن إذا شغلت ذمتك بالصلاة وإن كان الواجب موسعا فإذا قمت إلى الصلاة فحقق الشرط. قال الله جل في علاه الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا يكون قد تحقق فيه الوصف بأنه لم يكن واجدا للماء لا حقيقة ولا حكما، وإن غلب على ظني أنه في آخر الوقت سيصل إلى الماء، فليس له لزاما ولا وجوبا الانتظار بحال. لأن الإنسان قال لأن الله تعالى قال في الآية، والآية هي الحاكمة، قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنت ستقوم في أول الوقت وذماتك مشغولة من أول الوقت، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. هو قام للصلاة الآن لم يجد الماء، لم يكن واجدا الماء، حقق الآن الشرط، هو حقق الآية، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ولو غلب على ظني أنه سيصل في آخر الوقت إلى الماء. قال فانتظاره أفضل يعني من تعجيل التام، ليأتي بالصلاة على وضوء، ليأتي بالصلاة على وجهها في الأصل لا البدل، يعني يرى بأن التفضيل يكون في آخر الوقت، وطرح أفضلية آخر الوقت لما لم يثبت فيها حديث أن هذا صلاة الأنبياء من قبل، وأن أوله مغفرة أو أوسطه حديث ضعيف لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال هنا نقول أنه صلى بتكامل الشروط وإن تأخر في الوقت لأنه موسع، أفضل أن يصلي بالتيمم ناقص الشروط والصلاة صحيحة لكنها لا تكون على التفضيل. فيبقى إذن المسألة بأسرها أنه بيّن لك أنه لو صلى بالتيمم صح، لو صلى بالتيمم في أول وقت مع أن غلبت الظن أنه سيصل للماء قبل خروج الوقت في آخر وقت، قال تصح لكن انتظاره أفضل، والأفضلية جاءت بتكامل الشروط، أفضلية جاءت بتكامل الشروط لأن الله في علاه قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالأصل أن تصلي بتكامل الشروط بالوضوء بالماء أو بالاغتسال بالماء. قال أو ظنه آخر الوقت فتعجيل التيمم أفضل. شوف هو فرق هنا الآن في الأفضلية ما فرق في المشروعية، فلا بد أن تفهم أنه أعطاك أمرين، أعطاك في الأمر الأول أنك إن صليت بالتيمم صح ذلك لأنك حققت ما كان في الآية، قمت إلى الصلاة فلم تجد الماء طلبته فلم تجد، فتحقيق الآية فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب هذا إذا قمت إلى الصلاة، والأفضل أن تنتظر حتى تتكامل الشروط فتصلي بوضوء. فهو تكلم أثبت لك صحة المشروعية ولكن بين لك التفضيل، ثم قال وهذا عند التيقن، ففرق بين اليقين وبين الظن، فرق بين اليقين وبين الظن، قال في اليقين الأفضلية التأخير، وفي الظن الاحتمالية واردة وإن كانت فيها بعض الضعف، وفي الظن وما يقصد بالظن هنا الشك، ما يقصد بالظن الشك هنا الراجح، فقال وإن كان الظن وإن قصد الشك يبقى إذن التعجيل، نقول التعجيل أصل في هذا الباب. قال أو ظنه يعني في آخر الوقت أنه سيجد الماء، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل، فتعجيل التيمم أفضل يعني أفضل من أن ينتظر إلى آخر الوقت.
في الأزهر ليأتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فيه الفضيلة، وهذا يقال في الأول، لكن الفرق اليقين والظن، الفرق بينهما اليقين والظن. والثاني انتظاره أفضل لما تقدم بأن الصلاة بتكامل الشروط أفضل ولو كان في آخر الوقت. طبعا الذي جمع بين التيمم وبين الوضوء له أجر، لكن يكون قد يعني حاز الفضيلة، وأي صلاة تكتب له الحق الأولى تكتب له، الأولى التي تكتب له. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان في سفر رجلان فطلب الماء فلم يجد الماء فتيمم فصليا، وقبل خروج الوقت وجد الماء فتوضأ الرجل وأعاد الصلاة، توضأ أحدهما وأعاد الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اكتفى بالتيمم والصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة هذه دلالة على الأفضلية المطلقة، لأن الاقتصار على السنة خير جدا من الاجتهاد في غيرها. قال أصبت السنة، وقال الذي توضأ وأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين، أيهما ترونه أفضل؟ الأول، لأن السلام ماذا قال له؟ أصبت السنة، أصبت السنة هذه انتهى، هذا أصبت السنة، قال أصبت السنة. والثاني قال له لك الأجر مرتين. طيب نقف عند هذا. لو قلنا القسمة، طيب لو قلنا القسمة هذا سيأتي، هذا سيأتي القسمة على ذلك، بنوا جد في الطلب فلم يجد ماء، قطعا وجوبا لابد أن يتيمم ويصلي. طيب عند المسألة فسات الاحتمالية، احتمال أن يجد الماء، احتمال راجح أو احتمال مرجوح. طبعا احتمال راجح في هذا في آخر الوقت هيكون المشروع أنه لو صلى بالتيمم صحة، ولكن في الأفضلية أن يصلي. الاحتمال المرجوح الصلاة بالتيمم هو الأفضل، الصلاة بالتيمم هو الأفضل، وقال في الانتظار حتى يتكامل أو يصلي بالشروط المتكاملة، لكن لما كان الاحتمال مرجوحا كان التعديل بالصلاة بالتيمم هو الأفضل.